يقول السائل: تنتشر في بلادي ظاهرة غريبة تتمثل في تعليق عجلات السيارات وحذوة الفرس على أبواب البيوت لغرض دفع العين، فما حكم الشرع في هذا العمل؟ هذا حرام، وطيرة هذا من التطير، قد قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. والطيرة هي التشاؤم، تعليق الأحذية أو تعليق كفرات السيارات أو تعليق الخيوط أو غير ذلك، كل هذا من وسائل الشرك ومن علامات الشرك بالله عز وجل. والطيرة والتشاؤم، والمسلم يتجنب هذه الأشياء ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم.